السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب الصف السادس مع مادة اللغة العربية النهاردة إن شاء الله هناخد نصوص طبعا الوحدة بتاعتنا كانت بعنوان نوادر وطرائف النهاردة إن شاء الله النص بعنوان الطماع والدجاجة طبعا أولاد قالوا أن القناعة كنز لا يفنى والعز في القناعة الشخص اللي عنده القناعة بيحس بان هو غني ولكن بعض الناس بيدفعهم الطمع والجشع الى الرغبة في الحصول على كل شيء دفعة واحدة تعالوا مع بعض نشوف الشاعر بتاعنا حكى لنا قصيدة عاملة ازاي ونتعرف الاول على الشاعر الشاعر اسمه اولاد محمد عثمان جلال تعالوا نتعرف على نبذة عنه ولد عام 1828 ميلادية في مدينة بني سويف وتعلم في مدرسة الألسن بالقاهرة واشتغل بالترجمة والكتابة واشتهر بأشعاره التي كتبها للأطفال يعني الأشعار بتاعته كتبت للأطفال وطبعا كان من زرفاء عصري يعني كان الشعر بتاعه يتميز بالفكاهة وتوفي عام 1889 ننتقل بعد كده ولاد للنص اللي كتبه الشعر بتاعنا الشعر محمد عثمان جلال الشعر بيقول ايه كان البخيل عنده دجاجة تكفيه طول الدهر شر الحاجة في كل يوم مرة تعطيه العجب وهي تبيض بيضة من ذهب فظن يوما أن فيها كنزا وأنه يزداد منه عزا فقبض الدجاجة المسكين وكان في يمينه سكين وشقها نصفين من غفلته إذ هي كالدجاج في حضرته ولم يجد كنزا ولا لقية بل عظمة في حجره مرمية فقال لا شك بأن الطمع ضيع للإنسان ما قد جمع لازم يا اولاد بقى تكرروا النشيد اكتر من مره وترددوه اكتر من مره وتحفظوه كويس جدا عشان يبقى سهل بعد كده ان انت تجاوب الاسئله هنقرا مره كمان كان البخيل, البخيل عنده دجاجه, دجاجة تكفيه طول الدهر شر الحاجه في كل يوم, يوم مره تعطيه العجب وهي تبيض بيضه من ذهب فظن يوما ان فيها كنزا وانه يزداد منه عزا فقبض الدجاجه المسكين وكان في يمينه سكين وشقها نصفين من غفلتي اذ هي كالدجاج في حضرتي ولم يجد كنزا ولا لقيه بل عظمه في حجره مرميه فقال, فقال لا شك, شك بأن الطمع ضيع للإنسان ما قد جمع تعالوا بقى أولاد نشوف الأحداث بتاعت الفصل بتاعت المشهد اللي احنا بنتكلم فيه أو البيت الأول بيقول كان البخيل عنده دجاجة كان هناك رجل يتصف بصفة الايه البخل دي صفة طبعا سيئة سيئ. وطبعا يروي لنا الشعر هنا حكاية خيالية عشان عايز يوصل في نهايتها لايه لحكمة فبيقول كانت هذه الدجاجه تكفيه طول كلمه طول دي معناها ان هي بتفيده الوقت ايه؟ الزمن الطويل. الزمن الطويل شر الحاجه يعني شده الايه؟ الاحتياج تعالوا نشوف كده بعض المفردات الصعبه اللي جت كلمه تكفيه يعني تغنيه اه كانت هذه الدجاجه اه يعني تغنيه, تغنيه عن حاجات للناس يا مستر اه وكلمه الدهر المقصود بها الايه؟ الزمن او, أو الزمن الطويل الزمن الطويل وجمعها ايه؟ الدهور والادهور كمان تعالوا نشوف شرح بالتفصيل لـ للبيت ده بنقول يروي الشاعر حكايه خياليه في فيذكر ان كان هناك بخيلا طماعا عنده دجاجه كانت تكفيه لإحتياج الى الناس وتغنيه عنهم طول الدهر. نسال هنا سؤال ماذا كان عند البخيل؟ طبعا الاجابه ايه؟ عنده دجاجه, عنده دجاجة. في كل يوم مرة تعطيه العجب وهي تبيض بيضة من ذهب أو بيقول لي هنا أولاد بيبتدي بقى يقول لي قيمة الدجاجة بالنسبة للرجل البخيل إن في كل يوم يمر ويمضي على هذا الرجل كانت تعطيه شيء عجيب أو شيء مدهش إيه هي بقى الشيء المدهش جهود إن هي كانت تبيض بيضة من ذهب في دجاجة بتبيض بيضة من ذهب يا مستر؟ لا ده خيال بقى جميل يعني تعالوا تعرف على معاني المفردات آه العجب قال لي ما يعجب لعظمته يعني شيء عظيم فينال في الاعجاب او المدهش جميل آه فبيقول لي هنا سؤال ماذا كانت تعطي الدجاجه للرجل البخيل؟ طبعا العجب فهي تبيض بيضه إيه من ذهب آه ممكن يقول لي سؤال بطريقه ثانيه يا مستر آه ما قيمه ما تعطيه الدجاجه للرجل؟ آه آه طبعا انها كانت تعطيه العجب وهي كانت تبيض بيضه من ذهب برضه نفس الاجابه بس السؤال كان بشكل مختلف جميل البيت الثالث آه سهل جدا بيقول لك فظن يوما ان فيها كنزا اعتقد وحسب في ذات يوم ان بداخلها مئات من البيض الذهبي وانه اذا حصل عليه سيزداد منه عزا وقوه وغنى طب الكلمات الصعبة اللي ظهرت هنا كلمه عزا كانت معناها الحرفي قوه بس كوة. المراد منها هنا أنه هو إيه؟ هيزداد ايه غنى وقلنا في, أو في الاول ظن يوما يعني حسب, حسب يوما واعتقد إيه؟ يوما يبقى أه. اعتقد هذا الرجل طبعا من شده ايه من شده طمعه من شده طمعه وغفلته وهو هو غافل ان داخل الدجاجه مئات من البيض الايه الذهبي اه يعني الراجل ده رجل مادي واعتقد ان الغنى في في المال وليس, وليس في, في الاخلاق في مثلاً. الأخلاق اه يعني الاموال مش كل حاجه ما ينفعش نعتقد ان الغنى في الاموال فقط لا ممكن يكون العز في الاخلاق وصلاح الاعمال ممكن نسال سؤال هنا بيقول لك ماذا ظن الطماع يوما؟ اه ظن ان بداخل الدجاجه مئات من البيض الذهبي او زي ما ورد في النص ظن ان بداخل الدجاجه كنزه. طيب تعالوا نشوف بقى بعد كده ايه اللي حصل لما اعتقد هذا الاعتقاد بيقول لك لما اعتقد هذا الاعتقاد فامسك فقبض الدجاجه وامسك الدجاجه المسكين بس انا مستغرب من حاجه هو ليه قال هنا الدجاجه المسكين مش مش المفروض يا ميس الدجاجه المسكينه لا يا مستر المسكين هنا ده بيصف الرجل البخيل وليس الدجاجه فهنا أوه. لو شفنا كده القراءه فنقول قبض الدجاجتا المسكين من اللي قبض الرجل المسكين اللي هو يعني البخيل يعني عشان كده هنا اقدم المفعول على الايه الفعل انا يعني لو حبيت هقول قبض ده فعل والدجاجة مش فاعل الدجاجة لا. مفعول به والمسكين هو اللي فاعل هو اللي فاعل زيها كده وكان في يمينه سكين فاكرين كده لما قلنا يا اولاد لو بدات الجمله بجر ومجرور او بظرف او اللي بعديها نكره ها المفروض كان ممكن ايه نقول وكان سكين في يمينه جميل. يبقى هنا كلمه سكين برضو تعتبر اسم كان مش خبر كان جميل عشان كده بنقول ايه وكان في يمينه سكين اه فالشاعر هنا بيقول لك ايه قبض الدجاجه برضو كلمة قبضة يعني كلمة دقيقة في المعنى الشاعر لما اختارها اختار ما قالكش أمسك الدجاجة لا قال قبض دجاجة لأن بيدل على أن هو مصر على الموقف اللي هو فيه أو مصر على الفعل اللي هو عايز يعمله قبض الدجاجة يعني أمسك الدجاجة بيده الإيه؟ اليمين اليسرى اليسرى لان هو كان في يميني سكين اه صح أوه. كده يبقى امسك الطماع الدجاجه بيده اليسرى وكان في يده اليمنى ايه؟ سكين. سكين بعد كده عمل ايه؟ شقها نصفين هي الطريقه دي كده صحيحه في الذبح لا يا مستر طبعا المفروض ان احنا في طريقه شرعيه للذبح اه يبقى انا لو شقيتها أه كده انا مش أه هنتفع بيها. مفيش انتفاع يعني عايز يقول ان هو ايه خسر من كل ناحيه لا منه هيستفيد من الدجاجه باكلها ولا كمان هيستفيد من, من البيض اللي كان بيحصل عليه كل يوم. اه يبقى حتى هو من شده غفلته ما ذبحهاش بالطريقه الصحيحه ام شقها نصفين من غفلته فوجدها مثل باقي الدجاج ميته في الفناء لا ينتفع بها نهائيا. تمام؟ تعالوا نشوف بعض الكلمات اللي وردت الصعبه. آه لما قال قبض بمعنى امسك وعكسها افلت اه وغفلتي يعني كل قله ادراكي طبعا بنتيجه ما آه سيفعله حضرتي يعني ايه؟ المقصود في ناقه بيتي اه لما قال لك اذ الدجاج في حضرتي يعني وجدها مثل باقي الدجاج في فناء أبيتي في, أبيتي بيتي يعني فناء. دجاجه عاديه وليس بها اي كنزا أو آه ميته ولا ينتفع بها طبعا هنا يقصد بالكنز مستر ان هي الدجاجه كانت بتعطيه البيض وتكفيه عن حاجاته للناس لزمن طويل ودي في حد ذاتها ايه؟ كنز لان هو كده لا يحتاج لاحد فهي بالنسبه له ايه كنز لعطائه كل يوم تعالوا نسال كده ولد سؤال ماذا فعل البخيل مع الدجاجه وما نتيجه فعله فعل البخيل مع الدجاجه ان هو طبعا قبضها وشقها نصفين وكانت النتيجه ان هو لم يجد بها كنزا بل وجدها ميته لا ينتفع بها طب عايزين نسأل كده أولاد بعض الأسئلة قبل ما نكمل الأبيات، أول سؤال ممكن يتسأل: ما الحكمة التي مهت لها الشاعر؟ هو الشاعر كان بيمهد لحكمة ايه هي من الأول خالص؟ ان القناعه كنز لا يفنى وان العز في القناعه طيب هو الشاعر عامل كل القصيده دي عشان يقولك لك حاول تبقى قنوع ما تبقاش طماع الراجل الطماع ده الصفه دي احنا مش عايزينها عايزين يبقى عندنا قناعه لان القناعه بالنسبه لنا كنز كبير طيب ممكن نسال سؤال تاني ما الذي كان عند الطماع كان عنده دجاجه تبيض كل يوم بيضه من ذهب وتكفيه العوز, احتي... العوز والاحتياج للناس لزمن طويل. طب هو بما صور الشاعر الدجاجه في البيت الاول؟ صورها بشخص هنا تكفيه شر الحاجه يعني بانسان يمد يد العون لصاحبه ويكفيه عن او يمنعه عن الاحتياج للناس. بالظبط لان هو هو في البيت الاول قال لك إيه تكفيه شر الحاجه المفروض ان انا اللي هيساعدني شخص او انسان مش حيوان فهو لما قال كده هو كان بيصور الدجاجه بشخص يمد يد العون. طب هو ماذا اعتقد بقى الطماع؟ اعتقد ان الدجاجه تخبئ في بطنها مئات من البيض الذهبيه او ان بها مئات من البيض الذهبيه ماشي تعال نكمل كده مع بعض يقولك بقى للاسف ولم يجد كنزا ولا لقيه بل عظمه في حجرين مرمي الكلمه كنز هي اسمها كنز ولا كنز لا كنز يا مستر والكنز هو المال المدفون تحت الارض اه لك للاسف بعد ما شقها ما لقاش جواها حاجه ولا لقى جواها مئات من البيض الذهبيه ولا لقيه كلمه لقيه هي كلمه عاميه وتعني المال الكثير الغير معروف مصدره بل وجدها عظمه في حجره مرميه وملقاه ولا ينتفع بها. اه يعني البيت ده بيوضح مدى الخساره التي اصبح فيها الايه؟ الرجل. اه كلمه مرميه يعني ايه؟ ملقاه. ملقاه. ممكن نسال سؤال بقى في الجزئيه الصغيره دي ونقول آه ماذا وجد الطماع آه بعد ان شق الدجاجه الى نصفين؟ اه لم يجد فيها كنزا آه ولا لقيه بل وجدها ميته لا ينتفع بها. أو وجدها اه وجدها بين يديه دجاجه ميته لا ينتفع ابي وصلنا بقى للبيت الاخير واللي هو الحكمه من الابيات فقال لا شك بان الطمع ضيع للانسان ما قد جمع طبعا هنا الرجل البخيل ادرك الخساره التي وقع فيها ولكن طبعا كان الندم بعد فوات الاوان وهنا عرف ان الطمع والطمع معناه الجشع وان هو ضيع للانسان ما قد جمع دايما الانسان الطماع بيضيع على نفسه خير كثير ومما يجمع طبعا هنا تسويل للطمع بانسان يضيع على صاحبه خير كثير أو فقال الشاعر هنا او فقال هذا الرجل لائما لنفسه بيلوم نفسه قال يا خساره لا شك ان الطمع اللي انا فيه والجشع اللي انا فيه ورغبتي في الحصول على كل شيء دفعه واحده وعدم صبري هو اللي ضيع علي هذا الخير الوفير طب ميس انا ممكن بس استفسر عن حاجه؟ هو انا مثلا لو نفسي يبقى انا عندي مثلا عربيه كبيره ونفسي ابقى غني ونفسي يبقى عندي حاجات كتير، هو انا كده ابقى طماع؟ لا يا مستر ده كده انت بتأمل وعندك امل وطموح وطبعا ده تحقق كل اللي انت بتأمل اليه بالنجاح بالاجتهاد بالسعي والمجهود والعمل اه يبقى في فرق أو. بين الطمع والطموح اه لكن الطمع هنا معناه ان الانسان إن يريد الحصول على الشيء كله مره واحده يعني و... المفروض ودون نس... السعي اه دون السعي اليه وطبعا الانسان دايما الحاجه بتجيله بس بالتدريج لكل مجتهد نصيب فطبعا الانسان ما يطمعش وخاصه ان هو لا ينظر لما في يد غيري كده انسان طماع ولا يحب الخير للاخرين. تعالوا نسال كده في مفردات هنا اللي وردت في هذا البيت كلمه الطمع معناها عدم القناعه او الجشع او الجشع اللي هي الرغبه في الحصول على كل شيء دفعه واحده. السؤال طبعا القناعه او الايه الرضا. ما عاقبة الطمع كما فهمت بقى من هذا النص اه ان الرجل ضيع على نفسه خير كثير او زي ما ورد في النص يضيع للانسان ما قد جمع تمام برافو عليكم سؤال لحبايبنا المتفوقين هننتظر اجاباتكم عليه السؤال بيقول ما الدليل على ندم البخيل من خلال فهمك بقى للجزئيه اللي فاتت حاول تجيب على هذا السؤال وهننتظر تفاعلكم معنا ان شاء الله تعال نكمل مع بعض أه مظاهر الجمال اول حاجه دجاجه تكفيه شر الحاجه أوه انا دلوقتي ممكن مين اللي يكفيني الحاجه عن الناس طبعا انسان زي زيه فهنا بيقول لي اه فهنا بيقول لي كان البخيل عنده دجاجه تكفيه شر الحاجه يبقى هنا فيها تصوير يا مستر لان احنا قلنا مظاهر الجمال يا اما اساليب يا اما تشبيهات او تصوير يا اما طبعا بين الكلمات مثلا او تضاد او تردف طيب هنا بقى قال ايه طيب إن الدجاجه دي تكفيه الحاجة اه شر الحاجه فهنا تصوير للدجاجه بانسان يمد يد العون لصاحبه ويجعله غنيه اه لان مش من الطبيعي ان الدجاجه تساعد حد او تديله فلوس ده كان مجرد ايه تصوير تصوير طيب لما قال تعطيه أوكي. العجب، هو أنا أوكي. ينفع أديكي شوية عجب في إيدك؟ لا طبعًا العجب, العجب ده شيء إيه معنوي مش شيء مادي مش ممسوك مش أوه، ملموس م... أه جميل فبيقول لي هنا تعطيه العجب تصوير للعجب بشيء مادي يعطى أو برضه تعبير يا مستر بيدل على قيمة ما تعطيه الدجاجة للرجل أيوه كلمة العجب دي أشارت إلى قيمة ما كانت تمنحه الدجاجة للرجل لدرجة إن الناس كانت أو هو كان متعجب من هذا الأمر الطمع ضيع للانسان ما قد جمع وانا ينفع الطمع يعدي من جنبي يضيع لي الحاجه لا طبعا يبقى فيها برضو ايه تصوير صور آه. الطمع بشخص هيضيع على الانسان الـ الخير الايه الكثير. الكثير. طبعا ده برضو كان مجرد تصوير وخيال ان فيها كنزا ان هنا طبعا بدات الجمله بان وان طبعا احنا خدناها في النحو ان هي تفيد التاكيد فهنا عندي اسلوب مؤكد وبرده كان في جملة تانية أنه يزداد منه عزا برضو ده أسلوب مؤكد, مؤكد بأنا. بأنا. طيب حابب بس أكد على بعض مواطن الجمال كمان لو قال لي مثلا آه قبض الدجاجه، قبضة دي بتدل تعبير. على ايه؟ آه طبعا آه تعبير بيدل على آه عزمه عزم الرجل اه لان هو دي معناه و... أنه مصر اه واصراره على ذبح الدجاجه وطبعا آه وصف الطماع بالمسكين لانه بيدل على ضعفه وقله حيلته وطبعا دي نتيجه لما قبله تمام ماشي آه عايزين برضو ناكد كده على كام سؤال يا أولاد آه ما الذي دفع الطماع للتخلص من الدجاجه؟ آه طبعا آه ظنوا ان بداخل الدجاجه آه مئات من البيض او ان فيها كنزا وطبعا طمعوا وجهله بنتيجه ما سيفعله طبعا ولكن هو بعد ما ذبحها ايه اللي حصل؟ آه طبعا لم يجد بها اي شيء ينتفع به وطبعا هو ندم على ذلك ما الدليل على ندمه انه قال لائما اما لنفسه قال في اخر بيت ليشك بان الطمع ضيع للانسان ما قد جمع تمام برافو عليكم أرجو أن أنتم تكونوا قد استفدتم من هذا النص وخدتم صفة كده وعبرة من اللي حصل فالواحد مفروض يبقاش طماع تاني وإلى هنا ينتهي درسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته